بس يرجع لنا مره اخرى داني جوردن رئيس اتحاد الجنوب افريقي لكره القدم. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. يسعدني وجودي معكم. عايز ابدا مع حضرتك من حيث انتهت الاخبار، وهي المشكله اللي حصلت للنادي الاهلي في صن داونز، او في المباراه الاخيره امام صن داونز، وتعطل اتوبيس النادي الاهلي او حافله النادي الاهلي وقت يعني انها كانت رايحه لملعب صن داونز. الازمه دي عملت مشكله بين النادي الاهلي وصن داونز، وصن داونز اصدر بيان في هذا الامر. راي حضرتك ايه؟ كان هذا حادث يتميز بسوء الحظ. يعتبر فرق النادي الأهلي وصن داونز من أفضل الفرق في أفريقيا. وهم يلعبون بأفضل روح رياضية لدى الرياضيون. ونحن نريد أن تكون هناك علاقات ورابط وثيقة بين الفريقين. نحن أصدقاء. ولا يجب أن يتم التصرف بمثل هذا الوضع حين يجيء الأصدقاء إلى بلادنا. وأنا أعرف فريق الأهلي منذ سنوات عديدة. هم أصدقاء لي. ولديهم مشاركات كبيرة. هذه الأشياء كان الأقدر بها ألا تحدث. بيتسو موسيماني يحقق نجاحات كبيرة وكثيرة مع النادي الأهلي في العامين الماضيين. رأيك إيه في تجديد عقد بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي مؤخرا؟ أعتقد أن هذا أمر جيد. وهذا يعزز من مكانة الفريق. رأيت الفريق وكثير من لاعبيه. وكان أدائهم رائعا. رأيتهم في كأس العرب. وأيضا في كنت في الكاميرون. وبالطبع كان يمكنهم التأهل للنهائي. وكان هناك الكثير من المباريات الجيدة. وهذا يؤهل كان يؤهل فريق الأهلي للعب في كأس الأندية، كأس العالم الأندية. وثم عاد النادي الأهلي ولعب في الدوري. هناك عدد قليل من الفرق في العالم وعدد قليل من اللاعبين الذين يمكنهم اجتياز كل هذه المباريات، هذا الكم الكبير من المباريات. والشيء الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار هو السفر إلى الكاميرون وغيره من البلدان، ثم الذهاب إلى أبو ظبي والعودة إلى القاهرة. كل هذا يؤثر على اللاعبين لأنهم في النهاية بشر، ويقلل من كفاءتهم.
ولكنهم سرعان ما يستعيدون كفاءتهم وطاقتهم. لذا أريد أن أتمنى لهم حظا سعيدا دائما. هل عرض اتحاد جنوب أفريقيا في أي وقت على بيتسو موسيماني تدريب منتخب جنوب أفريقيا؟ لا لا أعتقد ذلك. لدينا مدرب ولدينا هيئة تدريب وسوف نلعب ضد غينيا وسوف نلعب ببطولة العالم كان لدينا مباراتان من المباريات المؤهلة. بيتسو موسيماني اعترض في أكثر من مرة على عدم تواجد تقنية الفيديو الفار في مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، رأي حضرتك إيه؟ أعتقد أن تقنية الفار شاركت في كأس الأمم الأفريقية. وأعتقد أن تقنية الفار تسهل من عمل الحكام. وهي تلفت انتباه الحكم إذا ما كان هناك شيء قد حدث خلف ظهره. تتذكر المباراة التي كانت في الدار البيضاء بالمغرب؟ كان في نهائي أبطال أفريقيا وكان للفار دورا كبيرا بمراجعة الفار كان هذا امرا يزيد من تعقيد المباراة مع كايزر تشيفز. Yeah. Well, the young player Happy Mashiani was destroyed through that incident. But I think it's a good lesson that he will learn as he. ولكننا جميعا نتعلم من الدروس. هل تتوقع إقامة بطولة دوري السوبر الأفريقي البطولة المقترحة من الكاف في القريب العاجل؟ Yeah, I think. If I just see the energy and the excitement that was generated over these last two matches between Ali and Mamelodi Sundowns, it's what African football spectators want to see. Now وهذا ما يريد أن يشاهده مشجعي كرة القدم الأفريقية. If we have a league where these teams will play on a regular basis, إذا كان لدينا دوري ولدينا عدد من الفرق, I think it will generate a lot of excitement. فإن هذا سوف يولد المزيد من الإثارة للمشاهدين. Of course, there are a lot of issues that must be resolved. بالطبع هناك الكثير من الأمور التي يجب حلها. And I'm sure that when everything is sorted out. وأنا متأكد حين يتم استتباب هذه الأمور نستطيع أن نصل للسوبر.
داني جوردن رئيس الاتحاد جنوب افريقي لكره القدم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله عبر زوم.